لا فيها أخ يسند أخوه ولا يحبه، ودنيا ساقية دايرة بينا ومعانا، ومنين أجيب أنا قلب، منين أجيب أنا قلب، منين أجيب أنا قلب قد الحزن ده كله، قد الحزن ده كله. أنا ضحيت كتير يا حبي، قلت لقلبي كن إنسان كن إنسان، سقيتك من حنان روحي، سقيتك من حنان روحي وانا عطشان. انا ضحيت كتير يا حبي، قلت القلب كون انسان كون انسان، سقيتك من حنان روحي، سقيتك من حنان روحي وانا عطشان، وتحملت نار في القلب، وعمري ما اشتكيت يا زمان. النهارده بس معقول كل ده عشان عامر؟ استاذ عمر، استاذ عمر، انا تعملني شخشيخه في البلد يا استاذ عمر؟ ايه شلبي، ايه اللي هتعمله ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ انت يظهر ليك فضل عليا في حاجات كتير قوي. إيه؟ انت اللي دخلتني المدرسه وانت اللي هتدخلني السجن. اسيب عمر. حد يروح المركز يجيب دكتور بسرعه يا ناس. ابن حبيبي فتشوه. بسيطة بسيطة، ما تخافوش. وريني، ما تخافش، انا معايا شهادة في التمريض. لا لا، ده جرح سطح بسيط، يشاشه من فكره. أيوة عادي، تعالي مرضوك يا حبيبي يا ابني. سلام سلام. ايه ده؟ بلغ المركز يا جابر يا فندم. حاضر. لا يا عم جابر، يوه ما ترسلكم على بري بقى. ايه بتعصي كلامي يا عمر؟ يابا شلبي كان قاصد يضربني انا وانا بتنازل عن حقي. نازل؟ ايوه حقك عليا يا شلبي، انا غلطان، اسبقني انت على بيك وانا انا هحصلك. يلا يلا اسيب حضره العمده دي جنايه، ده شروع في اكل وفي بيتي انا عمده البلد. سيبه يا سنجاوي، هات المطر. تسمع كلام بقى حضرتك بقى العمدة بقى، وغور غور بقى لي على غور. اوعى اشوف وشك هنا تاني، لولا فرحتي بنجاة عامر من ايدك ولولا خاطر عمر ابني ما كنت سبتك اللي على السجن. غور، اوعى اشوف خليتك. يا غور خش طمني على اخوك.
حاضر. البلاستر اهو. ازاي الحال دلوقتي يا عامر؟ الحمد لله. انا بقول نجيب دكتور احسن. انتوا حرين، بس انا شخصيا شايفه انه مش اكتر من انه جرح سطحي للجلد. انا هروح اجيب الواد صابر ميزان الصحه عشان يطمني. الله، انتوا مكبرين الحكايه كده ليه؟ انت حاسس باي الم يا استاذ عامر؟ لا ابدا. خلاص، شوفوا اي حد يجيب لنا حقنه تيتانوس وانا اديها له. انا هروح اجيبها يا هدى. لا لا، خليك انت يا نور، خليك انت، انا اللي هروح. لا لا لا، اكتبي اسم الحقنه في ورقه وانا هبعت السنجاوي يجيبها على طول. ده دي وانا مش عارف اقول لهم في الاجزخانه هاتوا حقنه. حقنه ايه بتقول عليها؟ تيتانوس. ايه الحقنه اللي بتقول عليها هدى دي؟ مش عارف اقول لهم على الحقنه اللي بتقول عليها هدى. انا رايح حالا. ها، عن اذنكم. يا للدرجه دي بيحبوك يا استاذ عامر؟ زي الحال يا عامر، كويس؟ اطمن يا عمر، مفيش حاجة، والحمد لله إني فديتك في الوقت المناسب. ها؟ مبروك، ألف مبروك يا عامر. الله يبارك فيك. هتعملوا إيه في الواد شلبي؟ لا ما تشغلش أنت بالك، أنا هتصرف معاه. هو شلبي كان عاوز يضربك ليه؟ أنت عملت حاجة يا عمر؟ مش أبويا كان عايز ينجح عامر بأي طريقة؟ الحمد لله إنك جيت. وصلت إزاي؟ دي البلد كلها قايمة عليك، بالخصوص بعد ما عرفوا ان عامر اتعور في ايده. الله، ما قلت ليش عرفت توصل هنا لوحدك ازاي؟ الاستاذ عمر اداني الامان. لسه برضه بتقول عليه الاستاذ؟ اسكت يا صنيتي بقى. اسكت ازاي؟ ما هو انصار عامر لما مش هلاقوك في البلد هيجوا جري على هنا ويموتوك. يا ريت يا ريت. انت جرالك حاجه في عقلك يا شلبي يا دقاق؟ اسكت يا صنيتي اسكت. عامر زلني وعمر ضحك عليا، ومع ذلك بقيت مجرم في حق عيله الجبالي. اسكت يا صنيتي اسكت. الحمد لله والشكر لله، اخوك طمنا عليك. قوم بقى دلوقتي يلا، علشان اهالي البلد عاوزين يشوفوك ويطمنوا عليك. يلا يا حبيبي. ايوه يا حبيبي تعال، دي حاجة حلوة قوي ان الواحد يقف في مكان عالي والناس من تحت تقول هي هي هي. يلا يا حبيبي يلا تعال تعال. يلا حط العمد. يلا يلا كلنا كده نقف ونحييهم. هدى تعالي احنا كمان. هنروح فين؟ اوريكي منظر الناس وهي بتحيي عامر خطيبي. يلا يا هدى. لا مؤاخذة يا استاذ عمر. يا هدى تعالي شوفي معايا عامر. بصي يا هدى، اوام عامر كبر وبقى مهم للدرجه دي؟ ايه مش خطيبي؟ دنيا غريبه. لكن الراجل ده كان عاوز يموتك ليه؟ ها؟ اه و يعني زي ما تقولي زي ما تقولي طار بايت. غريبه. هو انت برضو بتاع حاجات زي دي؟ بصي بصي يا هدى شايفه. عمر. ايوه. انت ليه ما جيتش تحيي الناس مع اخوك؟ انا يابا كنت مستني لما تخلصوا عشان نراجع البراري، ورايا شغل كتير هناك. انت تصرفاتك بقت عجيبه قوي يا عمر. يا ابني ريحني، فهمني انت عملت كده ليه مع جابر المنسي؟
انت ما كنتش عاوز نور وما صدقت اخوك يرجع عشان تلزقها له. يا بابا بعدين معاك تسمعنا. تعال حط عقده الناس عاوزاك. طيب طيب يا جابر. فسحي كده شويه يا ابو خلينا نشوف. على العموم انا متشكر قوي على اللي عملته عشان اخوك ينجح. اما شلبي ده انا هتصرف معاه بس خلي بالك منه. لو سمحت يا بابا تديني المطوه بتاعت شلبي. ليه؟ هتديها له؟ ملهاش لزوم وياك. هات. بس لو افهمك. تعال معايا يا جابر. وحسك عينك تسيب الاستاذ عمر غمضه عين واحده. حاضر. فاهمني يا سنجاوي؟ حاضر يا جناب العمده حاضر. انا كنت اضطريت اخلي رجالتنا يسيبوا شلبي الدقاق لكن رجعت ندمت. الواد شلبي ده اصفراوي وخايف لا يلبد لعمر في حته وي... لا 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 بعد الشر عليه. اسمع يا عمده ما تخلي عمر يرجع يعيش معانا تاني هنا. سامحه بقى. الله انت لسه ما نزلتش للناس يا عمده. جاي وراك اهو يا جابر. اسمع العشاء عندي الليله دي. ايه دنير قاعده في البيت ومعاها البيت فاكيه لما اخذ يعني استلفناها منكم عشان نعمل لكم عزومه قبها كله بالسمن الباد المعتبر. انا تعبان يا جابر مش هقدر اجي. ليه دي؟ امال دنير قاعده بتعمل الاكل ده كله لمين؟ اه يا جابر ما انت عندك ضيف يا اخي. طب والاستاذ عامر بيه؟ خده هو كمان لكن سيبني انا علشان بتكلم مع ام عمر في موضوع مهم. طيب حاضر. احنا كنا بنقول ايه يا ام عمر؟ الله انت لسه واقف ما روحش على رصيدك عمر؟ ما انا مستني الامر من جناب العمدي. امشي جاتك الغم. حاضر. يلا. حاضر يا سيد العمده حاضر. عايز ايه تاني؟ عيلة الجبال بكل رجالتها عايزين ايه من شلب الدقاق؟ يا ناس حرام عليكم سيبوا الراجل في حاله بقى. هو فين؟ نايم عشان تعبان. طيب انا هستنى لما يصحى. اسلمنا هو يا ست دنانير. حطي نصها كده في الطاسة عشان التقلية ولا اقول لك؟ ايه؟ هما يا دوبك يكفوا التقلية. اقلب اللي في القدرة على طول. حاضر. ليه ده كله؟ للأكل. يا ساتر ليه؟ واحنا ناكل اخر زادنا؟ لا بس انت اللي قايل لي اعملي الاكل كله بالسمن البلدي. زلة نساء. غلطة عيل تقوم تمسكيها عليا؟ انت نسيتي ان لسه هدى قاعده معانا؟ لا ما نسيتش بس انت يلا اطلع اقعد مع العيال فوق وما تخافش. ليه دي؟ انت هتستقرضيني؟ مش كفايه السمن البدري ضاعت يوم الخطوبه؟ يوهو هتعمل ايه؟ اقعد. والله وقعتي يا جابر. ايه دي وبتضحكي قوي كده ليه؟ طب برضه على قلبك قاعد. ايه انت حر خليك قاعد هنا وسايب عامر لوحده فوق. ايه يا عامر هتشيلها ازاي؟ ده انت ايدك متعوره هتقع منك. شفتي وسعي بقى. طب خد بالك. اتفضلي. ميرسي. استنى هنحط لها السكر. كم سكر؟ اتنين. اوكي اودي لو سمحتي. طيب اديني قعدت. ولا اجدعها جرسون. الهنم تحب تشرب ايه؟ على فكره يا هنم احنا عندنا شاي ممتاز جدا سعادتك تحب تجربيه؟ طيب
لو سمحت. اتنين سكر برضو؟ زي بعض. لا ما فيناش من زي بعضه، احنا هنا علشان خدمتك، احنا تحت امرك. مش معقول يا عامر، اول مره اشوفك بتضحك من يوم ما كنا. افتكرت عمر؟ عامر بتحبني يا عامر؟ اللي خايف منه ما حصلش. ايه هو؟ كنت خايف بعد ما خدتك من عمر نفضل فاشل وما حققلكيش السعادة اللي كان بيتمنها لك عمر. دلوقتي وبعد ما نجحت حاسس ان اقدر احقق لك حاجات كتير. يعني بتحبني؟ كنت فاكر ان مفيش اي واحده في الدنيا هتقدر تخليني احبها قد المزيكا، لكن انت قدرتي. مش عارف ليه من يوم ما طلعت النتيجة وعرفت ان نجحت، لما شفت الفرحة في عيون الناس وهم بيحيوني وبيهتفوا باسمي وانا واقف فوق، مش عارف ليه من اللحظة دي حسيت اني بحبك جدا. يظهر فعلا ان النجاح بيزود قدرة الناس على الحب. صدقيني يا هدى، انا قبل ما تطلع النتيجة كنت خايف، كنت شاكك اذا كان ممكن احب ولا لا، لكن دلوقتي انا حاسس ان اقدر احب كل الناس. كل الناس يا سي عامر؟ واولهم انت طبعا. حتى هدى كمان؟ طب وانا ذنبي ايه؟ فعلا النجاح يساوي الحب. جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. يا الله عشان مرات. ربوع بلادي الأربعاء 7:30 مساء على ذكريات. يا شلم انا ما نمتش من ساعه ما جيت وانا مستنيك. نعم متضايق من وجودي يا شلم. عايز ايه تاني يا استاذ عمر؟ ايه مغرز جديد ما حضرهولي؟ عايزين مني ايه تاني يا عيله الجبالي؟ ما كفاياكم، انا مش قدوكم ولا زيوكم. طيب ممكن نبقى لوحدينا؟ لا يمكن.
انتوا فاكرينها ايه؟ اسكت يا سميتي. اسكت ازاي؟ هو انت ما وراكش رجالي؟ وشلب الدقاق مش محتاج رجالي. انا خلاص ما عدتش خايف من عيله الجبالي. الوحيد اللي كنت بعمل له حسابه هو انت يا استاذ عمر. انت وانت اديتني اكبر مقلب في حياتي. لا مش مقلب ده، انت علمتني ان انا ما امنش لكعب رجلي. كعب رجلي ده خلاص بقيت مخونه بسببك. نعم ما تخافش يا صنيتي، البلد كلها عارف ان انا جاي هنا. سيبني يا صنيتي، هخرج بس هقف من الشباك، ولو حاجه حصلت للاستاذ شلبي الدقاق انت حر بقى. نعم ادينا بينا لوحدنا. كنت عامل حسابي، كنت خايف الغدر. للدرجه دي بتخوني يا شلبي؟ للدرجه دي بالمطوه بتاعتك؟ مش فاكر الدليل الوحيد اللي ضدك؟ انا جايبهولك لحد عندك. تفتكرني حموتك؟ خلاص بقيت خسيس في نظرك للدرجه دي؟ افعالك هي السبب. غصب عني يا شلبي، انا بحب ابويا وابويا عايز ينجح عامر باي طريقه. ينجح بالغش بالكذب يا استاذ عمر؟ انا عارف ان انا غلطان يا شلبي، بس ما تنساش ان ده اخويا وبحبه. طب ماني كمان بحبك، اعتبرك اخويا الكبير واكتر. ولولا كده اني ما كنتش اتنزلت وما كنتش صدقتك. انا ما رضيتش اروح اشوف كشوف الانتخابات. عارف ليه؟ عشان ما اكتشفش ان اسمك مش فيهم واعرف انك كذبت عليا واكرهك. عشان بحبك. خوفتك بقى. انا مش عارف اقول لك ايه يا شلبي. لا ده انت لازم تعرف وتقول لي على اللي عرفته. ليه عشان حبك لاخوك بعتني؟ وليه عشان انا بحبك بعت نفسي؟ حب ده ايه يا شلبي؟ ايه ده؟ بتعمل ايه يا بيه؟ اني ماليش دعوه يا ست، هو سيدي عامر به اللي قلبي. روحي اتسحبي وهاتي لي العود من غير ما حد يشوف. وحيعمل ايه بالعود دلوقت؟ طب واني مات؟ اني عبد المأمون. اوديه يا ست الحاجة؟ روح بس اخرجي من الباب الوراني احسن العمدة يصحى يشوفك. حاضر. انا بقيت موسخه كمان ولا ايه؟ انت ولا انت حصل لك لطفي لا سمح الله. انا مالاني؟ اسمع يا شلل، عايز الصراحه احنا الاثنين طينه واحده. ايه مش جاب لي جاب شلبي؟ احنا الاثنين ضحينا. ايه طب اني وضحيت عشانك بهبلي، وانت ضحيت عشان مين؟ عشاني طبعا لا، عشان اخوك برضو لا، لان انا اللي فهمته من كلامك دلوقتي انك ما كنتش هترشح نفسك. يبقى ضحيت لمين؟ مش مهم لمين، انما الاهم
اننا في لحظه ما اعرفش اذا كانت عظيمه مجنونه ضحينا، والثمن ايه؟ ولا حاجه، تراب تراب يا عم شلبي. سيدي عامر العود اهو. هاتي. انت بتعرف تلعب على العود؟ سمعنا يا ابني بس بسرعه وحياه ابوك عشان نلحق ننام. انت ليه يا عم بس ما بتحبش المزيكا يا ابني؟ هو انت عاد من امتك الحاجات دي؟ انت بقيت راجل محترم دلوقتي. هو عيب يعني ان انا ابقى راجل محترم وبرضه في نفس الوقت؟ لسه مرجعش يعني؟ ما سألتش على عمر وهو على القليل عارفين عامر فين؟ برافو يا هدى، برافو. شاطرة يا هدى. سمعنا انت حاجة بقى يا عامر بي. بس واضح ان هدى متمرنة كويس وانا بقالي مدة طويلة يعني ما لعبتش على آلات شرقية. يلا يا عامر يلا سمعنا حاجة. لا يلا يا ابني يلا بقى سمعنا حاجة. امال يا عامر. الله انت مالك محموقة قوي كده ليه يا خالة دنانير؟ ما كفاية حمقة يا دنانير، كفاية حمقة خلينا نخلص. ديه دي هو انه شوف ايه اهو يا بابا. هادي اتفضل عامر يلا سمعنا حاجة. أكيد أحب أسمع عزفك. طب أغني لكم حاجة وما تتريقوش عليا؟ أنا هسمع. يلا يا عامر أنا هسمعك زي زمان. أفراح موالد في بيت جابر المنزي، تهاني واحتفالات في بيت أبويا، وأنا هنا في تلج البراري لوحدي. من غير نور، من غير أبويا، من غير أخويا فرحان، أخويا اللي بقى بطل في عينين الناس، وأنا هنا مطرود ملعون وحيد. اللي بنى الهرم ناس زي بنوه بإيديهم العريانة، ولما خلص الهرم وبقى عالي طلع عليه خوفه والناس بقت تهلله. اللي نجح عامر هو أنا، واللي خد المجد كله هو. لو الحيطان بتتكلم بدل ما تخنقني بسكتها. يا جماعة أنا متشكر جدا وربنا يوفقني وإن شاء الله هكون عند حسن ظنكم. تحت أمرك يا أستاذ عامر. تحت أمرك يا عم جابر. متشكرين يا جماعة، متشكرين خالص، مع ألف سلامة.
مع ألف سلامة. يا ساعتين ونص بالتمام والكمال واحنا عاملين التهاني بمناسبة نجاحك ومناسبة نجاتك. أهل بلدنا ناس طيبين قوي. وانت بقى يعني معرفتهمش دلوقتي. يطلع من نفوخي. بقى انك انت يا عامر اول ما رجعت من السفر ما كنتش بتحبهم. على العموم هو شيء ظريف انك تحس بحب الناس ليك. طب يلا بقى عشان في شوية حاجات عاوزك تعملهم لي في البورصة وانت في مصر. ليه؟ هو انا لازم اسافر مصر امتى؟ امتى؟ النهارده يا بكره بكتير. اما انت بقيت مسؤول دلوقتي. اقعد بقى عشان تكتب لي شويه حاجات اللي هتعمله. يا خبر ده في مشوار مهم لازم اروحه دلوقتي. والشغل؟ ما هو ده شغل برضه. عن اذنك يا عم جابر، ساعة واحدة وارجع لك على طول. بس بقول لك ايه؟ اوعى تتنقل من على المكتب وانا مشينا، ها؟ اوعى عشان حد يسأل عليا. سلام. شوف الواد بلفني ازاي وبرضه ما عرفتش هو رايح فين. متشكر يا بقلب كبير. ده ايه اللي خلاك تبات في البرد بره؟ عمر حضرت البيه العمدي. حضرت البيه العمدي قال لك خليك ورا عمر، مش قال لك تنام في البرد في البراري؟ امسك قشر. حضرتك عامل لي الشاي بذات نفسك وبايدك. قشر بقى، ده غلب قشر. تعرف انا طول الليل ما بمشيش ابدا ومفتح عينيه على طول كده ليه؟ خايف للعمدة طبعا يقوم يفتش عليك. لا، امال ايه؟ خايف للواد شلبي الدقه يعملها ويجي لك وانت نايم لوحدك. صحيح خايف عليا يا سنجاوي. معلوم خايف عليك عشان انت جدع، ولولا جدعانتك ما كنتش عملت المغرس ده في شلبي الدقه وكان عامر بيسقط. انت كان يهمك ان عامر ينجح؟ لا، يهمني الكلام حضرة البيه العمدة يمشي. هو قال عامر بيه لازم ينجح، يبقى لازم ينجح. طيب انت بتخاف من ابويا ليه؟ الله، ده كبير البلد ولازم كلنا نحبه. ايوه لازم كلنا نحبه من غير سبب واضح. حب مفروض. انت قلت ايه يا اسا عمر؟ انا ما سمعتش حاجه. قول لي. قول لي طمني، الجرح اللي في ايد عامر عمل ايه؟ انا ما شفتوش من ساعتها. طيب روح طمني عليه. واسيبك لوحدك. الله، انت مش بتقول عليا ان انا جدع؟ خليك انت كمان جدع وروح طمني عليه وتعالى جار. يلا السلام عليكم. رايحين فين؟ البراري عند عمر. يلا بينا بقى احسن عم جابر يطب علينا. باي باي يا هدى. مع السلامة. باي عمتي. مع السلامة يا حبيبتي. شباب شباب في أحلى أيامهم. بذمتك يا هدى يا بنتي مش لايقين لبعض؟ جدا. ما تقلقيش، مصيرك تعترف ابن الحلال اللي يريح قلبك. نورتي. بقول لك ايه يا ست الحاج، هو الاستاذ عامر مش عندكم؟ ايه؟ ايوه ما انا عارف، ما هو كان عندي الصبح واستاذن ساعه واحده، افتكرته جه عندكم. عامر انت ليه صممت نيجي البراري؟ هنا بقى اهم مكان في حياتي، هنا اتولد حب ليكي من جديد، هنا اتعلمت من عمر اكبر درس في الحب.
هنا بنبعد عن عم جابر وخالد دنانير. طب عايزنا نبعد عنهم ليه؟ علشان اقول لك كل اللي في قلبي. طب ما انت ما قلتش حاجه لغايه دلوقتي، قول بقى. بحبك. طيب يا عمر، ما انت قلت لي الحكايه دي امبارح. وبقولها النهارده وهقولها بكره ليكي وللناس كلها. بحبك يا نور، بحبك بحبك يا نور. عمر. اهلا 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 يا عامر. زي ايدك بقى حريني. كويسه؟ ازيك يا نور؟ ازيك انت يا عمر؟ ازيك يا استاذ عمر؟ كويس، الله يسلمك. تعال. كويس، فرحانه انت؟ مبسوطه؟ ها؟ ما تعزمنا على الغداء. قوي قوي قوي. عايز اكل جبنه قديمه بزيت حار وقشطه وسريس وجلاوين وجعضيض. وانا اللي هروح معاك انقي الحاجات دي من الغيط. عاوز ارجع لاصلي. طيب ونور؟ لا انا هقعد استناكم هنا، هطلب لكم الاستراحه على ما تيجوا. خلاص يلا بينا. والله عال خالص. انت ازاي تسيبوهم يخرجوا وعامر عنده شغل؟ انا عايز افهم بس ازاي حصل في مخك ده؟ ازاي وانا مش منبه عليكي؟ دي لا مؤاخذه يا هدى يا بنتي، السلام عليكم، ازيك؟ وبتسلم عليا وانت مكشر كده ليه؟ اصله خطيب بنتي لازم يسافر مصر، اللي هو عامل بيه خطيب بنتي لازم يسافر مصر، وبسلامته قال يضحك علي وياخد عروسته ويجروا في البلد. معذور عامر بيه، عقله طار من ساعة ما خطب بنور بنتنا. طب بذمتك كان حيلاقي أحلى ولا أجمل منها فين؟ وإحنا في الحلاوة دلوقتي؟ إحنا في سفر مصر. بتهيألي من البلد صغيرة، وأي حد يدور عليهم في مسافة نص ساعة ممكن يلاقيهم. يا أخي سيبهم بقى يعيشوا أحلى أيامهم. بس يبقى ضروري راحوا البراري. يعني ايه براري؟ انا بقى يا حبيبتي افهمك يعني ايه براري. البراري دي بقى ايه؟ اصلها ارض بور مشتريها ابو عامر بيه حضره العمده احمد بيه الجبالي، ما انت عارفاه. ارض واسعه قوي بيصلحها علشان لما تتزرع تبقى من نصيب ولاده. فهمت. يا عامر احنا اتاخرنا قوي على هدى، يلا بقى نروح. تصور يا عمر، هدى دي بتعرف في المزيكا، اول واحده اشوفها في عيلتكم بتفهم في المزيكا. يا سلام، طب ما تروح تتجوزها يا سيدي، مستني ايه؟ يقدر. جرى ايه؟ دي نور بتضحك. ما وانا كمان بضحك معاك. عمر بلفك، ضحك عليك بالكلام؟ انت عارف انها ثبتت عليك في البلد كله؟ ايه هي اللي ثبتت عليا دي؟ انك ولا مؤاخذه مجنون. ايوه، عشان محدش قادر يصدق انك ما كنتش عارف ان عامر ما رشحش نفسه. اسكت يا صناطي. وعارف كمان ان ابوه احمد الجبالي مشي الواد السنجاوي وراه غفير خصوصي؟ وعارف ليه؟ عشان اذا حاولت تقتله يلحق يقتلك. اسكت يا صناطي. تعبت من كتر السلام على الناس اللي بيهنوك بنجاح عامر. والله يا ام عمر تعبت اكتر من تفكيري في عمر. يا ترى انا ظلمته ولا هو اللي ظلم نفسه؟ الولد ده كان له مكانه كبيره قوي في نفسي. عمر، انا عرفت هو عمل ايه في شلب. عمر كذب عليه، بس ازاي عمر يكذب؟ هو صحيح نجح اخوه، لكن دي مش اخلاقه. ان شاء الله
عامر حيعوضنا خير. عامر بدأ يبقى كويس. أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة. رسالة وردتني من المرسلة أم بسام. اقتراحات بناءة. لكن قضية يا إخوان التشاؤم وكون الإنسان يقول هلك وكل الناس مات وخلاص نزل عليكم العذاب، لا يا أخي. مشاكل وحلول. بعدما كبر يشكو من زوجته وأنها بدأت لا تقوم بحقه. منكم وإليكم الجمعة 7:30 مساء على ذكريات. أنا كنت قاعدة متسلية مع طنط دنانير. كده برضو تزعل عمك جابر كده وقعت قلبي في الشراب. يعني أدوس على قلبي دلوقتي وأنا ماشي؟ أوه بطل تهريج. أمال بقى يا عامر أنت مش مصدق إنك لما خضطيني قلبي وقع في الشراب؟ طب حتى شوفي. يا قلبي. أنت ما تعرفش تتكلم جد أبداً. أعمل لها إيه؟ كل لما أقابلها ألاقيها مكشرة. نفسي مرة واحدة أشوفك بتتحكي. أهو حلو كده. يلا تسمح بقى تتفضل تروح لعمك جابر، زمانه راح لكم البيت دلوقتي. ليه؟ هو بيقول إنك لازم تنزل مصر النهاردة ضروري وبسرعة، ولو راح البيت وقال لأحمد بيه الجبالي العمدة إنه مش لاقيك في البلد، أنت عارف بقى إيه اللي هيحصل. ولا يهمك. لا يا عامر اعمل معروف، أنا مش ناقصة مشاكل، نفسي افضل فرحانة كده على طول. اوام ما هتقلبيها دراما. ساعة واحدة وتشوف ابوكي ده جاي فرحان بيا قد ايه. هتعمل ايه؟ هتشوفي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامة يا عامر. اوام بسرعة. يطلع من نفوخي. اسمع كلامي يا عمد، عامر بيه بقى لازمه عربي اوتوموبيل محترم عشان تناسب مقامه. طيب طيب يا جابر ما تخلينيش اتكلم اكتر من كده. لا خد راحتك في الكلام على عامر بيه يوصل على مهله بالكاريت. بلد المحترم زي عامر بيه ويتنقل بالكاريت ايه؟ ايه ولما يسافر مصر انك يقف على محطه القطر ويجري ورا تاكسي؟ بقى ده كلام يا عمده البلد وكبير. ايه الو؟ ايوه هنا. مين عاوزه؟ عامر؟ انا ابوك يا عامر. ايوه قلتلي. هو فين؟ خلصني. استنى يا جابر استنى. ايوه يا عامر. ها طب خد قول له انت الكلام ده، عاوز يكلمك. هات. الو الو انا جابر يا عامر. انت فين يا استاذ من الصبح؟ انت سايبنا كده وسايب مصالحنا معطله؟ طيب يا عامر انا هشتكيك لابوك. صفقه ايه؟ صفقه قطن طبعا. امال صفقه مخلل؟ وبتضحك ليه بقى؟ انت مش زعلان مني وعاوز تشتكيني لبابا؟ القطن ده منين؟ من
بقولك ايه، دي اسرار ما تتقالش في التليفونات. انا جاي لك حالا، بس يعني كده عاوزك تعاملني باحترام قدام بابا. ها، مع السلامه، انا جاي لك. اسمع كلامي، شلب الدقاق ناوي يعملها يا انت يا عامر بيه، وانا بصراحه ربنا خايف على عامر بيه كده. طب بينا نروح. يلا بينا. امشي انا بقى يا بابا علشان الحق القطر. ما بلاش الليله، النهار له عينين. طب انا عندي شويه شغل في المكتب، اروح الحق اعملهم. أبو الحق، القطن اللي انت قلت لي عليه ده شفته فين؟ بعد اذنك يا عمي، الشغل يبقى في المكتب بس، لكن في البيت الناس ترتاح وتقعد مع اهاليها، ولا ايه يا بابا؟ براو عليك يا عامر، انت اللي بتعرف تسكت عمك جابر. طيب بقى كده، وانا اللي من ساعتها عمال اتحايل على حط العمدة عشان اشتري لك الجابر. نعم. تعال معايا يا عامر. تحت امرك يا بابا. عدي بيطلع من نافوخي. مالك يا بهيج؟ حط ايدك على خدك ليه؟ ولا حاجه. ادخل يا عامر. تعال يا عامر. خد. ايه دول كلهم؟ دول عشان مصاريفك في مصر، وكمان تدور على عربيه وطنبيل يكون تمنها متهاود وحالتها كويسة، تدفع العربون وتعمل لي تلفون أبعت لك بقية الفلوس. والعربية دي عشانك أنت يا بابا، عشان تفسح بيها ماما. يا عيني يا عيني على ماما. يا ولد خليك جد شوية، العربية دي علشانك أنت. ليه أنا؟ معقول انا استحق ده كله؟ يا مكاش. ربنا يخليكوا ليا انتوا الاثنين. ويخليك انت كمان يا ابني، انت واخوك عمر. عمر. عامر. تحت امرك. انا عاوز اقعد وياك شويه. يعني اسيبكوا انا؟ طيب. الأمر لله. سلخر يا أستاذ عمر، الحمد لله بالسلامة. أدي خبر لسيدي العمدة أنك هنا؟ لا، إذا كان نايم سيبيه. الحجة فين؟ ست الحجة؟ أما الأستاذ عمر يا ست الحجة.
أما أنت عمر اللي ربيته وعارف أخلاقه؟ أنت عمر اللي ما يكذبش أبدا؟ أو ما أعرف إنك كذبت؟ لا ابعد عني، أنت مش ابني. أما يما أنا تعبان تعبان. مالك؟ تعبان يما. العملة اللي عملتها مع جابر حرمتني الراحة، العملة اللي عملتها مع شلب الدقاق خلتني حاسس ان انا خسيس خسيس، انا بقيت خسيس يما خسيس. يعني عرفت انك غلطان غلط كبير. العملة اللي عملتها مع جابر انا الواحد اللي دفعت ثمنها، انما اللي عملتها مع شلب الدقاق هو اللي دفع ثمنها. انا مش عارف ايه اللي خلاني امشي في سكه الطيش دي، انا تعبان يما تعبان. ريحيني ريحيني من عذابك دي، عرفتك تاني دلوقتي. انت عمر ابني 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 بصحيح. قولي لي يما اعمل ايه؟ ساعديني ساعديني. كفر عن غلطتك، شوف شلب الدقاق يرضيه ايه واعملول. انا اذا رضيت شلب الدقاق جايز هو يرتاح، لكن انا هرتاح ازاي؟ ريحيني. وبتستحمل العذاب ده كله عشان خاطر حبك لاخوك؟ عشان عمر. عمر عرفت ان بابا هيشتري العربيه؟ هبقى من اولاد الزوات يا عمر. مبروك مبروك يعني. سلام بقى. مع السلامه. أبو عمر، الموضوع اللي شغلني تعب عمر قوي، وأنا عايزك تساعده بحكمتك وعقلك. لا يا هدى، مش معقول تسافري يا حبيبتي. هو أنت فاضيالي؟ قصدك انها مشغوله مع عامر بيه خطيبها؟ ايوه قصدي على خطيبها طبعا، وانا عارفه ان ده من حقها لان ايام الخطوبه ما تتعوضش. الله، هو انت زعلتي من عمتي ولا ايه يا هدى؟ لا برضه مصممه تسافري؟ هرتب شنطتي. سيبيها ما تبقيش عبيطه يا عمتي، دي انت ضايقتي هدى قوي. تستاهل. لا هدى اتغيرت، ما بقتش هدى بتاعت زمان. فين غيرة هدى؟ فين انزحتها؟ فين تريقتها على طريقة كلامي وحركاتي؟ هدى بقت عاقلة قوي يا عمتي، انا حاسة انها بتحبني قوي وانها فرحانة لفرحتي. لما بيموتوا راجل عظيم بيحطوا له السم في كاس كريستال، اهو شكله هدى دي الكاس الكريستال، لكن روحها من جوه هو السم. ليه هدى ما عملتش اي حاجه تخليكي تقولي عليها كده؟ لكن هتعمل. هتعمل ايه بس؟ هي في ايدها ايه؟ دي مسافره. علشان كده قلتلك سيبيها سيبيها ترحل عن هنا. يا ساتر يا عمتي، انت ليه دايما بتخافي من كل حاجه؟ ليه دايما بتفرض الشر في كل الناس؟ ليه يا عمتي؟ عامر، انت لاحظت حاجه وحشه على هدى؟ السلام عليكم اولا. لا عامر، جاوبني الاول وحياتك. على ايه؟ هدى، هدى معقوله تكون وحشه وبتتمنى لي الشر؟ وانا اعرف منين؟ انا طول عمري اسمع عن هدى، لكن لما شفتها لقيتها بنت لطيفه وبتحب المزيكا. هو معقول برضو يا نور في حد بيحب المزيكا ويبقى شرير؟ طب قولي الكلام ده بقى لعمتي دنانير. سمع يا عمتي؟ شش، بينها جاية. استنى عندك. في ايه؟ نور تعالي. هتعمل ايه؟
بتبص لي كده ليه؟ استني عندك يا شريرة. تعالي بقى يا نور. أنا هو في إيه؟ شايف الخرزة الخضرة دي؟ مالها؟ شايفة لون الفستان التركواز ده؟ بصلهم كويس يا نور. أيوة شايفاه. إيه رأيك بقى؟ أشيل العربية الجديدة بلون الخرزة ولا على لون الفستان؟ أنت بتقول إيه؟ بقول هشتري عربية جديدة، أشتريها على لون خرزة هدى ولا لون فستانها؟ بجد بجد يا عامر هتشتري عربية يعني أوتومبيل؟ ها؟ مال العربية كرو، إحنا بنقول إيه من السوق؟ ألف مبروك يا عامر. مبروك يا سيدي، لكن من حقي اعرف ليه قلت عليا شريره. ما تاخديش في بالك يا هدى، اصل عامر دايما بيحب يهزر، مش كده يا عامر؟ لا مش كده يا نور. مين قال ان انا كنت بهزر؟ انا بتكلم جد جدا. انت شريره علشان حرقت لون العربيه اللي انا عاوزه بلون فستانك، وبكرة بقى تطلع إشاعة في البلد كلها يقولوا عامر بيغير من هدى واشترى عربية على لون فستانها. مش تبقى شريرة برضو ولا إيه؟ ما تقولي حاجة يا خالة دنانير. هتتكلمي ولا بوسي؟ إيه يا الله عامر بيه عيب كده؟ في ناس غرب. غرب؟ هي هدى برضو غرب؟ ولا انت اللي غريبة؟ اطلعي يا غريبة. انت بتعمل ايه يا عيب كده يا الله؟ شفتي عمايله بقى يا هدى؟ تجنن تجنن كلك على بعضك كده تجنن. الحقي يا نور، واحدة ثانية عجبت بيا. الطار الدم، بقول طار ودم. ما تفرحي بقى يا خالة دنانير. يا عمر مش معقول كده. خمسة جد بقى، انت صحيح هتشتري العربية؟ غدا باذن الله اسافر الى القاهره، اقضي كابل اوف دايز يعني بضعه ايام، اخلص فيهم شغل الرسمي واشتري سياره. هتغيب عني اسبوع بحاله؟ يبقى تاخد بقى مفتاح شقه شبرا. وليه ما نزلش في لوكاندا؟ وليه ما نزلش عندي؟ ها عظيم، ها الاونا الا دوي، مين يزود؟ ينزل عندك ده ايه بقى؟ ده كلام معقول ده؟ الاستاذ عامر هيسافر مصر ونور كده هتبقى فاضيالي، وانا احب اقعد معاها الاسبوع. صحيح يا هدى هتقعدي معايا؟ يا ربنا يخليك يا رب، ده انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله لك. ها قلت ايه يا نور؟ انزل في لوكاندا ولا في شبرا ولا عند هدى؟ لا عندي شقه هتبقى فاضيه ما دمت انا هنا. وليه ما ينزلش بس في شقة خطيبته؟ واحد يا طن، بس أنا عندي تليفون و بيانو. بيانو؟ بيانو بصحيح ولا لعبة؟ خد المفتاح وانت تشوف نفسك. دي عندها بيانو. رأيك ايه يا نور؟ انت عايز رأيي؟ رأيي يا سيدي انك انت مش نازل عشان تجيب عربية. خلاص الأسبوع ده تقعد عندي في البيت، ولما تبقى تنزل مصر وأنا احتاج عربيتك تكسفني يا أستاذ عامر. لا يا عامر خلاص بقى، وافق ها؟ خلاص يا هدى، عامر هينزل عندك وانت تقعدي معايا لحد ما يرجع. ها اتفقنا؟ خلاص اتفقنا. اتفقنا، دقيقة واحدة اجيب لك المفتاح. لا لا لا، خليه للصبح، خليه للصبح. قبل ما اسافر لازم اودع نور. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا عامر. يلا يا هدى تعالي معايا، تعالي. ايه اوكي يا خالة دنانير؟ ايه مش اوكي؟ طب اوكي. ما
متشكره قوي قوي يا هدى يا حبيبتي. انت من النهارده اختي بصحيح يا حبيبتي. تصبح على خير يا عمر. انت من اهل اطفي النور يا استاذ عمر؟ لا سيبيه، انا حطفيه قبل ما امشي. صباح الخير. انت من اهل خالد انانير. ايه ايه؟ انا عايز اكلم حضره العمده ولا الست الحاجه دلوقتي حالا؟ دلوقتي حالا؟ بس دول ناموا من زمان. ترجعت تعيش هنا تاني؟ لا انا راجع البراري تاني. ايه اللي حصل خلاكي تيجي في وقت متاخر زي كده؟ فين عم جابر؟ جابر سهران في شغله. ايه اللي حصل طمنيني. انا جاي احذركم وعاوزاك تنقل كلامي ده بالحرف الواحد لحضرة العمدة ولا للست الحاج. أيوة أنقل لهم إيه؟ قوليلي قوليلي أنقل لهم إيه؟ هدى هدى بنت خالد نور آه. بلفت عقل ابنكم، ضحكت على عقله بالبيانو والمزيكا. ده الخطر اللي أنا جاي أحذركم منه. وعامر عامر مسافر لها بكرة مصر وحينزل في شقتها. ونور نور نور غلبانة وعلى نياتها، مش عارفة هيبقى مصيرها ايه لو عامر وقع في ايد البيت اللي اسمها هدى. يقدر الله. عمر رايح فين؟ واشتقت لك يا نورة، لكن قلبي اللي منعني. لو قلت لك يا نورة عن حب اللي ضيعني، اشتقت لك